طلع عندي يعني واحد مريض طلع في مرض هذا شو اسمه السكابس ولا شو اسمه طلع في نفس المرض ابني وإن لقيت منعالج فيها ومن تم من 23/9 على هالكت بتعالج يعني وضعه صعب باقي ما يعالجوهم مش يعني ولا دخلوا عليهم دواء ولا شيء يعني كلكان عليهم كلكان على اخوهم يعني بنامش الليل حاسس انه طلع اخوه هذاك بنامش الليل من وراء هذاك عشان شفت هذا وكمان اخوه هذاك محجور يعني هو نفحه محجور سجن نفحه محجورين يعني عندهم المرض يعني يمكن مريض بعرفش عنه ومحامي الشهر هذا والشهر اللي فات ما زاروا عشان العياد اليهود انا ابني عيان وطلع من السجن ومريض دنيا ولا مؤسسه شفتها اجت وصلتنا ولا نادي اسير ولا صليب ولا 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 شيء ولا شيء فهمت علي احنا ما بدناش اياهم ولا بدنا نشوفهم اساسا يعني انا بطالب وبعدين عندي ولد طلع اصغر شيء طلع في 10 في 18 ضاربينه على منخاره ومنخاره منزاح يعني عنده كسر جوا وكسر برا رحنا على الصحه رحنا على الوزاره بدهم يعالجوه مستشفى رام الله بحكي لهم انا مناش مستشفى رام الله يعني ليش على مستشفى رام الله هذا اسير في اي مستشفى لازم يتعالج يعني قعدت 20 يوم ما لمستوش يعني ام اسير ما بصدقوا يطلع ابنها ما تلمسوش خاف يعديني ما رضيش يسلم علي من مره ولا يرضي يسلم على اخوته ولا شيء باجي تضامن مع الأسرة واسمع انا باجي على فكره كل المؤسسات هذول جايين لاعلام يثبتوا انهم موجودين مش همهم الأسرة على انا بحكيها بس انهم بيجوا عشان يعني بيصوروا بعض عشان الفعاليه انه طلعنا فعاليا الأسرة ما حدا ما فهم قلقان بالأسرة ما حدا حاس بالأسرة واهالي الأسرة حقوق الانسان شو بتسوي في أسرة بدها تموت بالسجن ابني اللي طلع من السجن بقول لك في أسرة بدها تموت في السجن مستويين طب ابني بقى يحملوه حامل على الحمام يودوه يجيبوه والتي يمارس فيها ابن غفير ساديته